الو الو عمر معايا؟ الو الو عمر معايا؟ الو يا دي النيله عمر معايا؟ سامحام يا عم انا مش محمد، عمر معايا ولا انت مين؟ الو يختي عمر معايا؟ فين عمر معاه؟ طب خالك عرفات تعبان في مستشفى ام المصريين. ها؟ خالك عرفات تعبان في مستشفى ام المصريين. مين معاه؟ انا وزير الصحه. معاه عبد الله معاه؟ يا عم انا مسعف شغال في مستشفى ام المصريين، خالك عرفات تعب ونقلنا على المستشفى. مين معاه؟ امي. ابوه؟ يا عم انا شغال في مستشفى ام المصريين. محمد معاه؟ الله يخرب بيتك على بيت ام محمد في يوم واحد. يا ابني انت مش عمر؟ ايوه انا عمر. طيب خالك عرفات تعبان في مستشفى ام المصريين والاسعاف جابته، خلاص؟ مين اللي معاه؟ مين اللي تعبان؟ انا اللي تعبان. انا اللي تعبان يا ابني، ارحم امي اللي جابوني حنجلت. ماشي. هو ايه اللي ماشي يا ابني؟ انت مش ليك خالص معرفات؟ عارفه؟ ايوه تعبان. خالك ده هو بقى تعبان والاسعاف جابته على مستشفى ام المصريين. مين اللي تعبان يا دين ام؟ خالك عرفات. مش انت عندك خالص معرفات؟ عرفات ولا مين؟ انا مستعك من الجي. طب ما تطلع بره يا ابني، اطلع بره يا. ماشي. ده ايه ده؟ استغفر الله العظيم. اهو دلوقتي بس عرفت مين اللي عمل فيه كده، والنعمه هو اللي شاله وعايز يشلني انا كمان. سرحت. طلعت روحك يا شيخ بحق جاه النبي. قول من الاول كده مين؟ استغفر الله العظيم. تعرف خالك عرفات؟ ايوه. تعبان موجود في مستشفى ام المصريين، الله يخرب بيت امك. ها؟ ها ايه؟ ماشي. ماشي اشفر ركبك يا بعيد. هتيجي يعني ولا مش هتيجي في ليلتك السودا دي؟ هو تعبان. لا بيتشمس. ماشي. يا عبد صنيع، عبد صنيع شيل قناع الاكسجين ده من على وش الراجل. ايوه ما هو حرام نسيبه لابن اخته يعذب فيه اكتر من كده، ده شال الراجل ومكمل عليا انا. بص يا ابني، خالك عرفات اللي انت شليته مات والاسعاف جابته على مستشفى ام المصريين، تعال استلم جثته. يلا. ما انا هرن عليه الوقت. رن عليه حبيبي، اله اتحصله انت واللي جابوك في يوم واحد.